ناشف. إنه في منتهى الجودة والنشفان. وبكم تبيع الحطب؟ 4 حطبات بدرهم، وحطبة هدية لكل من يشتري 4 حطبات. أي نعم، حطبة هدية لكل من يشتري 4 حطبات. هكذا إذن؟ طبعا، فنحن نحب إكرام الزبائن. إذن 4 حطبات هذه بدرهم. نعم. وهذه الحطبة الهدية بدون دراهم. بدون دراهم. نعم. إذا لم آخذ هذه الحطبات 4، فهل تأخذ مني دراهم؟ كيف نأخذ منك درهما وأنت لم تأخذها؟ طبعا. وإذا أخذت الحطبة الهدية، فهل يكون لك في ذمتي درهما أو دينارا؟ طبعا لا، لأنها هدية وبدون ثمن. عظيم. إذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم معروف، كيف حدث هذا؟ لقد أخذ الحطبة دون أن يدفع ثمنها. حقا، كيف حدث هذا؟ ولكنه تكلم كلاما مقنعا على ما يبدو. لا 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 يا عم معروف، يخيل إليه أن الرجل قد احتال علينا. احتال علينا؟ نعم. لا، إذن اذهب وابحث عنه في السوق وادعوه إلي حالا. أي أمر. بسرعة تحرك يا رجل. الحطب الحطب يا شارين الحطب، سترون العجب عند